حضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم. عايز اسألكم بس سؤال سريع. كنا انفردنا بلقطة بعد المباراة مباشرة، تامر انفردنا بلقطة بعد المباراة مباشرة لاعيبة المنتخب وهي بتتمرن، وجرت العادة ان استاد القاهرة هيطفي النور واللعيبة تتمرن بقى في حتة تانية او هيسافروا او كذا. ممكن تشرح لي بقى، انت راجل الناس يا جماعة برضو عشان تبقى عارف، تامر راجل مدرب ما شاء الله، يعني واخد رخصة وشغل عالي. بتشرح لي ليه الراجل مرن على طول؟ ليه الراجل اي لعيب يا هيما ما لعبش ال 90 دقيقه لازم يقوم يتمرن على طول؟ دي بتحصل. التمرين ده 3 ضد 3 وهتلاقي فيه واحد ميدل مان. يعني ايه ميدل مان؟ بيلعب مع الفرقه اللي معاها الكوره. اقف بس كده بالصوره هتلاقي فيه اربع قمصان، عفوا اربعه ضد اربعه، اربع قمصان بني. واللي عمر مرموش يا ابن اللعيبه، خلاص يعني هو عمر مرموش اذا كان اللي انت بتوصفه الميدل مان هو ده، هو الوحيد اللي بيلعب مع الفرقه اللي معاها كوره. ما بيدافعش. خلاص. كمل وانا اوريك كلامك، لانه في اربع واللي معاه الاحمر وهتلاقي اربعه هم اللي لازم كل اللي ما لعبش 90 دقيقه لازم يقوم يتمرن. لان انت كده النهارده لو انت لعيب ما لعبتش مثلا زي محمود علاء زي ايمن اشرف، لو انتوا ما لعبتوش يعني انت النهارده ما اتمرنتش؟ لا طبعا لازم تتمرن، لان خاصه ان انت عندك ماتش بعد كام يوم. فالفرقه كلها لازم يبقى عندها احساس الكوره وتعرق وتتمرن طبعا. تجهيز للناس اللي ما لعبتش 90 دقيقه. اما 90 الناس اللي لعبت 90 دقيقه فهتلاقي لو في سفر بكره باذن الله هتلاقي انهم الصبح ممكن يبقى التمرين بالنسبه لهم استشفى، مجرد الجري بالجزم الرننج بس، وشكرا. ان تطلع بقى عاوز تدلك تنزل بقى تعمل فيزيو ريكاب بالاثنين الحراس البودلة صبحي وجبل ادي القفشة. لا انت هتعلق على لا انا بتفرج بس هتعلق على طيب يلا تامر نروح للحلقة. اوبا يا قفشة يا جامد. والفرقه اللي تجيب الكوره والفرقه اللي تجيب جول تلعب كوره تاني. خدت بالك؟ قفشه رايح يجيب الكوره من جوه الجول عشان يهاجم تاني. يلا.